مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا فقط بالجنة لأن الألفاظ التي نتخاطب بها نحن قد وضعت لمعان نعرفها، وإذا كانت في الجنة أشياء لم ترها عين ولم تسمعها أذن ولم تخطر على بال فمن الممكن أن نقول أنه لا يوجد لفظ عندنا ليؤدي معنى ما هناك، فيضرب الله الأمثال لنا بما نراه من الملذات ولكن يأخذ منها المعكرات. نحن في هذه الدنيا نرى مشاهد تقرب لنا الغيب. المشاهد التي تقرب لنا الغيب أننا مثلا نسمع أن الفندق الفلاني فندق مريح ومن الراحة بتاعته خد 5 نجوم. إذا نظرت إلى 5 نجوم تروح برضه تلاقي 4 نجوم أقل شوية والثلاث نجوم أقل شوية والنجمتين أقل شوية، فلماذا تختلف هذه المسائل؟ لا تختلف على قدر إمكانيات المعد للفندق. فكلما سمى أعداده كلما ارتقى ما أعد. فإذا كان هذا في عرف البشر ثم بعد ذلك يقول لنا الحق نزلا من غفور رحيم، النزل اللي أعده غفور رحيم، يبقى ما هذا؟ احنا إذا جبنا بشيء مترفض في الحياة نأخذ من الطرف ملحظ واحد، هذا الملحظ إذا دهشنا من قصر وفيه المتع وفيه 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 نقدر ناخد منه ملحظ ديني، ما ناخدش منه ملحظ عقلي. ليه؟ لانك بتقول ايه بقى الحاجه دي عملها البشر؟ طب اذا كان هذا ما صنعه البشر للبشر فكيف بما اعده رب البشر للبشر؟ يبقى انت بتاخد من الصوره دي صوره ايمانيه مش صوره عقديه، لا تاخدها صوره ايمانيه تقول يا سلام شوقتمونا الى الجنه. إذا كان هذا هو الشيء العجيب اللي انتم عملتوه وإمكانياتكم محدودة ونفقاتكم محدودة وعلمكم محدود وقدرتكم محدودة فكيف بما أعد الله لخلق الله؟ وكلمة وعد المتقون نجد مبنية لما لم يسمى فاعله، هي وعد الله الذين آمنوا وعملوا فالأد وعد منه، ولكن الرسول يعد أيضا. ألا ترونه في اجتماع العقبة حينما أخذ البيعة من الأنصار قالوا له خذ لنفسك، فأخذ لنفسه كذا وكذا وكذا، فقالوا له وماذا نأخذ إن نحن أدينا هذا؟ فماذا يقول؟ يقول لكم الجنة، لأن العمل اللي انت هتعملوه ما يكفيش إن حد يجازيكم به، إنما يجازيكم به مين؟ ربنا. ومن المعقول إن الواحد حضر العقبة النهارده يمكن يموت بكرة، فلو كان وعدهم بما في الدنيا من متاع يأخذه المؤمنون بعد ولم يدركه، لا بيقول لهم الشيء اللي كل واحد هيدركه، كل مؤمن سبق إلى الإيمان يدركه. تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم، حتة أكلها دائم دي شغلت الجماعة بتوعه الرماة دولة الرومانية. فبقول يا شيخ الجنة يبقى فيها أكلها دائم إيه؟ فأخذوا من الخليفة عالما من علماء المسلمين وقالوا له نسألك عن أشياء أجبنا عليها. أنتم تقولون أن نأكل من ثمار الجنة ومن خيرات الجنة ولا تمتد وكلها دائم وكل شيء يؤخذ منه ينقص. أدي السؤال، بتقولوا أكلها دائم وكل شيء يؤخذ منه لازم إيه؟ ينقص. فقال لهم هات مصباحا، فأشعل المصباح وقال لكل واحد أشعل مصباحك من نور هذا المصباح. فلما أشعل كل واحد من نور المصباح قال ماذا نقص من المصباح؟ أخذنا جميعا من المصباح ما نقص اللي في المصباح. برضو هو أجاب وأجاب إجابة أقنعتهم وخلتهم يصدق ان فيه اكل دائم، لكن كان يجب ان نلحظ ان المصباح ممدود بزيت، ياخذ ويتمد بالزيت، فلو انه قال له
أننا إذا أخذنا من المصباح فيه ما يمد المصباح بما ينقص، والله هو المدد للجمع. بيد افرض ان واحد مخزن في بيته تمويه، والست خدت النهارده رز وخدت سمنه وخدت سكر، لا اصل لك، انما اذا كان اللي بيجيب هيجيب تاني. يبقى مددها من مددها من ربها. قالوا له وتقولون في الجنه اننا لا نتفوق ناكل ولا نتفوقش، يعني ما نروحش بيت الماء لا نقضي حاجه. قال نعم. قالوا ومعقول يبقى الاكل ده بيروح فين؟ قال لهم الطفل في بطن امه ينمو او لا ينمو؟ ينمو، وينمو باي شيء من غذائه الذاتي للامه، ولذلك بمجرد الست ما تحمل ينقطع الدم عنها لانه يتحول الى غذاء للطفل، غذاء مدح ذاتي. اذا هو ياكل ويطعم. نعم. قال ويتغوط، لو تغوط لاحترق في مشيمته. الهباب دي حاجات كده. الله. اذا بالتقريبات دي بتين ايه؟ عشان تقربنا المسافة بين ما نشهده له وبين ما يغيب عنا. واذا سمت كل شيء في هذا الى قدرة القيوم الممد يبقى الكلام صح كله. نعم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار وكلها دائم وظلها ايضا. ظلها دائم. اللي بينسخ الظل ايه؟ اللي بينسخ الظل شمس، وما فيش شمس. تلك عقبى الذين اتقوا. اذا حين يضخم الجزاء يعشق المؤمن في العمل للوصول الى هذا الجزاء. ونبدي العقبى بقى، يبقى ما تنظرش الى الدنيا دي بس، لا تنظر الى ما يعقبها. يعقوبها ايه؟ يعقوبها الخير. واحنا بنخلي الولد يجتهد ويتجدع ويذاكر ويقولوا على ويقولوا عشان ايه دي؟ عشان ياخد الشهاده. ولما ياخد الشهاده عشان يعمل ايه؟ عشان يتوظف. وعشان لما يتوظف يعمل ايه؟ يبني له تله ويبني له جبه عربيه ويعيش مش عارف ايه ويعيش ويقول له ايه الدراجه دراجه كده لحد ما يموت. وبعدين ما دام فيه وبعدين يبقى ليه ماهيش الغايه بقى. الغاية الحقيقية في كل مراحل الوجود هي أن لا يوجد بعض للغاية. ودي ما دام الدنيا إما الجنة، إما الجنة أبدا وإما النار أبدا، انتهت الإيه؟ المسألة. وبعد ذلك حينما يأتي بالجزاء الحسن للعمل الحسن فيها النفس بقى تتعلق بالمقابل، فإن وعقبى الكافرين النار، علشان يحسن الكافرين ينحسوا لانهم يشوفوا خير هيك وشر عندهم. يمكن لو شافوا خير عند دول مسكوت عن شبيهه يمكن تبقى خفيفه شويه. لا، يدي عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين ايه؟ يبقى يجمعوا عليهم امرين في التلغيص، وعقبى الكافرين النار. والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك. والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك. الاسلام سبق بدينين، دين النصارى اللي هو عيسى، ودين بني اسرائيل اللي هو موسى. هذان الدينان كانت لهم كتب، ابرز الكتب في الكتب السماويه هي التوراه والانجيل والقران. في كتب ثانيه، صحف ابراهيم وموسى وزبور داوود، انما دول ايه؟ فاذا في سبق دينين. الدينين دول محوطين او محوط من يقوم على امر الدينين باشياء تسلسل خير السماء الى الارض. واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. اذا ففي كل دين سبق وصايه باستقبال الدين الذي يرد. كل دين يسبق علشان ايه؟ ما يعملش صراع بين الاديان الناسخه والاديان المنسوخه. لان يبقى الدين المنسوخ هو من صلبه الذي ينتظر الذي من صميم مواده ينتظر دينا جديدا. فاذا ما انتظر من تعاليم دينه دينا جديدا استقبل هذا الدين بان اللي كان بيبحث عنه زيه، يبقى يستقبله فرح مش جاي ضاد. لما اتيتكم من كتاب ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال اقررتم واخذتم على ذلك مثل قالوا اقررنا. يبقى اذا كل مراحل الرسالات كل دين يبشر الدين الذي بعده. فاذا كان دين الاسلام هو الدين الذي تختم به الاديان،
ويختب به نوافذ الرسل. يبقى كأن كل دين سبق الإسلام موصل لمين؟ موصل الإسلام. الذين آتيناهم الكتاب اللي هو التوراة والإنجيل اللي بيسمونه أهل الكتاب يفرحون. الإنسان لا يفرح بشيء إلا إذا حقق له غاية في نفسه، الغاية تسعده، الغاية في نفسه لازم تكون منصوبة معروفة. طب وإيه بيفرح ليه لما ليه؟ أم قال لك لأنه ده حقق ما علموه من كتبهم، وما دام حقق ما علموه من الكتب يبقى معناها إن كتبهم صدقت وإن اللي جاي قالها صادق. الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما، وما دام يفرحون بما أنزل إليه يبقى لازم يكونوا أول المبادرين إلى الإيمان به، لأن الفرح دي هي العملية التعبيرية أو النزوعية للموادين الحب، أن الإنسان يحب حاجة وتفضل في نفسه ولذلك يفرح بها. يفرح بها معناها انه ينتظر انها تتحقق. فالذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليه، ليه؟ لانه يؤكد لهم صدق ما علموا من الكتاب، ويؤكد لهم صدق الداع الجديد الذي جاء اتباعا لمواكب الايه؟ لمواكب الرسل. ودي طبعا لها حدسه. افرح. طب ومن الذي اعلمنا ان الذين معه الكتاب بيفرحوا بالدين؟ قال لك هرولتهم الى مصدر الدين اللي يؤمنوا به. ما صدقوا من يظهر الدين صاحب الدين بفرحهم يروحوا يعبدوا يروحوا له. مثلا ابن سلام كعب الاحبار سلمان الفارسي اللي لف الدنيا كلها عشان يبحث عن دين، ويروح هنا ويروح هنا ويروح وده يوصيه وده يوصيه ويتنقى عمال بيلح على معرفه الحقيقه. دول فرحوا بما انزل الى الرسول، معنى فرحهم يبقى كلهم صدقوا وامنوا بان هذا هو الايه؟ هو الرسول. حين يفرحون ماذا يكون موقفهم؟ يعلنون الفرح باعلان البيعه للرسول الجديد، ثم يقفون موقف العداء من الذين لا يفرحون. ليه؟ لان هم اللي عارفين الكتب دي فيها ايه؟ وبعد ذلك اللي ما امنش ولا فرحش يبقى لازم يغير في الكتب دي. ما دام غير في الكتب دي عرف ان فيه مدلسين يسندون سلطانهم الزمني بانهم يجيبوا الاشياء ويكذبوها، والاشياء اللي تثبت القران والاشياء اللي تثبت مين؟ اللي تثبت الرسول. والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك. ومن الاحزاب من ينكر بعضها. ومن الاحزاب يعني الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاونوا كفار قريش على المعركه بتاعت معركه الايه؟ الاحزاب. دول بيعملوا ايه؟ ينكرون بعضا. الله. يبقى اذا ما دام في بعض المنكر يبقى البعض التاني مش منكر. ما هو الحد الفاصل بين ما انكروه وبين ما لم ينكروه؟ قال لك هم كل شيء لم يتعرض بالعقائد الزائفة كألوهية المسيح وألوهية عزير، الكلام ده هم ده اللي يغيروه، انما الباقي ما يغيروه شيء. يبقى بيشوف شوف عدالة القرآن. وإن الأحزاب من ينكروا ايه؟ مش من ينكروا؟ ينكروا ايه؟ بعضهم. يقول تنككم ما عدا ما قلتم به دليل على أنكم أنتم الذين حرفتم. لأن ده لو كان كلام كذب ما كان يطلع كله ايه؟ كله كده، لكن وفقتكم والتحريف ما ينالش الا اشياء محدوده يبقى هي دي اللي تفرزكم. نشوف الاشياء المحدوده اللي تفرزهم ايه هي؟ السلطه الزمنيه. معنى السلطه الزمنيه انهم كانوا في القداسه وعمالين بيعملوا في الكفر وفلان وعمالين بيبيعوا في الجنه وعمالين بيعملوا اعترافات وعمالين بيعملوا حاجات من دي. فلما يجي الاسلام علمنا هذا يبقى دفاعا عن سلطتهم الايه؟ الزمنيه. ومن الاحزاب من ينكر بعضها. إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. شوف أعبد الله يبقى دل على أن البعض المغير أو البعض اللي أنكر بعضه ما يتعلق بوحدانية الله. ولذلك قال اتك على الحتة دي أوي، أنا أعبد الله إيه؟ ولا أشرك به شيء. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. وكلمة أمرت أن أعبد الله ده دين مختار لي من قبل مربيه، مش من عندي مش انا عجبني حاجه والعلماء علشان يشرف بتبعيته للسماء، يشرف بتبعيته لمين؟ للسماء. انا امرت، انا مامور،
مش جايب حاجة من عندي. الرسول صلى الله عليه وسلم يتعصب بما يتعلق بربه، وقد يتهاون بما يتعلق بشخصه. الجماعة اللي بالحديث المنكرين بين يقول المؤمنين يقولوا احنا مؤمنين بالاله والسماء والوحي وكل حاجة، بس ما نؤمنش بك انت، انت لا. الله، كان المفروض ان الرسول عليه الصلاة والسلام لو كانت له ذاتية وأمامية كان يزعل منه اللي مش راضي يعترفوا بيه، لا انتوا مش معترفين بيه، انما ايه؟ ما دام معترفين بالسماء ومعترفين بالوحي ومعترفين بمش عارف ايه بتاع، يبقى ده يسرني. ولذلك مواجيدي معكم، رغم انهم يكفرون به، لما قامت الحرب بين فارس وبين الروم ثم هزمت الروم، ماذا كان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حزم بان الروم هزم، والصحابة وياه حزم، ليش؟ معنى طب الروم مش مؤمنين بيك، اما لكن مؤمنين بالسماء ومؤمنين بان في اله وفي كتب وفي كذا وفي كذا، فهؤلاء أقرب إلينا مما لا يؤمنون بشيء من هذا. ولذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ولدت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. إذا إحنا ساعة ما نشوف واحد فيه بس لا رائحة خير نرجحه على ذي الشر. دول فيهم رائحة خير بس ما دي أمنوش بالنبي، إنما ما أمنوش بهذا، إنما مؤمنين بأن في سماء وفي إله وفي وحي وفي كتب وإلى آخره. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو. طب أعبد الله دي ما معنى ولا أشرك؟ لماذا هتعبد الله؟ أنا أقول لك لأنك إذا كنت بغير طريق الحصر أعبد الله يمكن أن تعطف علي وأعبد كذا وكذا وكذا، تسلسلها زي ما أنت عايز، ما هو حرف العطف يجيب. انما كلمة ولا اشرك به يعني عدم في الايه؟ يعني اعبد الله ايه؟ وحده، نعم. ولا اشرك به اليه ادعو واليه منهج، لانني ساؤوب اليه، مش انفلت الانسان بالخلق كده وخلاص وانفلت من ربنا، ده حيؤوب اليه، وما دام حيؤوب اليه ويرجع يبقى معناه لازم يعد لهذا اللقاء عدته. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وكذلك كإيه؟ كالإرسال للرسل كإرسال الرسل المتقدمين بمعجزة نحن نصنعها ولا تقترع علينا، كذلك أرسلناك على هذا المنوال. إحنا بنختار الآية وإحنا بنختار الرسول. كذلك أي كما سبق في مواكب الرسل أنزلناه حكما عربيا. أنزلناه، كلمة أنزلنا دي ساعة ما تشوفها تقول لازم تاخد علو ودنو، لأن أنزل يبقى لازم في حاجة عالية وفي دنو. الأمور العالية والأمور اللي مش عالية دي قد تكون في الحسيات معروفة، يبقى نزل من أعلى إلى نزل، وقد تكون أيضا في المعنويات، وقد يكون الشيء لم يصل إلى السماء ولكنه في الأرض، ومع ذلك يقول أنه أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. انزلناه قال لك ايه الان دي كلها تدبير هناك تدبير السماء، يبقى هو ان كان في الارض اننا احنا ايه انزلناه. وكذلك انزلناه حكما، حينما تقول انزلناه حكما الحكم معنى والكتاب مبنى ومعنى، كان الاصول كذلك انزلناه اي القران حاكما. حين تريد ان توالغ في وصف من الاوصاف لا تجعله وصفا منسوبا لذات، بل تجعل الوصف نفسه كأنه الذات. انت ممكن تقول هذا قاض عادل وأديت المعنى، وإنما حين تقول قاض عدل كأن العدل تجسم ايه؟ لأن عادل في الأزات ثبت لها وصف العدل، إنما هذا عدل يبقى كل تكوينه ايه؟ كل تكوينه ايه عدل. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، عربي لأن ده اللسان اللي يخاطب به الرسول اللي نزل، القوم الذين يستقبلون بآذانهم ما يقوله لهم، فلازم يكون ايه؟ يكون عربي. ولذلك يقول هناك آية ثانية وإنه لذكر لك ولقومك، ده شرف كبير قوي ان القرآن ينزل بلغة العرب كده ولغة العرب كده، ده اللي حفظ اللغة لنا الآن لحد دلوقتي القرآن، كل لغة من لغات العرب تشعبت الى لهجات الاولى
ثم استقلت كل لهجة فصارت لغة. اللغة اللاتينية كانت واحدة، وبعدين طلع منها طلع منها كل اللغات المنتشرة، الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية، كل واحدة طلعت منها لغة. وبعد ذلك عزلت كل لغة بإيه؟ بالمؤلفات فيها وبالجرامر ومش عارف، وبقت لغة إيه؟ مستقلة. نحن لو تركنا للغة التخاطب بيننا نحن المسلمين والعرب، لغة التخاطب بتاعت الشارع والبيت، لا نفهم عن بعضنا شيئا. هات واحد يروح في اي بلد كده ويسمع ما يفهمش، تروح السودان ما تفهمش، تروح الاردن ما تفهمش. لما متى تفهم؟ حين ترد انت وهم الى الفصيح. يبقى اكن القران عمل ايه؟ صان اللغه العربيه. يبقى حكم عربي معناه ايه؟ ان ده اللي هيصون هذا اللسان، والعرب هو اللي هيصون هذا اللسان، يبقى هيبقي صوتكم الى ايه؟ دلوقتي بعد ما اللاتينيه دي هتنتهي وما تفضلش من اللغات دي. ولذلك تجد ان اللغات لما تتفرق الاستقلاليه في الحدود والاستقلاليه في البيئه تحاول انها تعمل لها ايه؟ شخصيه. ده لغه امريكان كانت الانجليزيه الاول. ابتدت برضه الانجليزيه، ما في انجليزيه امريكاني وانجليزيه انجليزي. ليه؟ لانهم برضه عايزين يفروا من حكايه التبعيه دي، يبقى لهم لغه انجليزيه لوحدهم كده. يوم يدخلوا في الجرامر والقواعد ويعملوا مش عارف ايه، تبقى بعد مده تبقى ايه؟ تبقى لغه ثانيه. ما ايه اللي عزم العربيه ان تتشتت الى لهجات؟ القران. لما نذهب الى اي بلد ونتكلم بالفصيحه نفهم بعض على طول. كل واحد يتكلم بلغه ما حدش يفهم حاجه عن ايه؟ عن الثاني. وكذلك انزلناه حكما عربيا. ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي يليك وينصرك ويقرب منك ولا واقم يقيك من الاحداث. هذا يقوله لرسول الله. لما نسمع الخراب متوجه الى رسول الله احنا نقول ايه؟ نعم. وقول الحق ولئن اتبعت اهواءهم يدل على ان الدين لم يعد متماسكا كما نزل من السماء، وانما صبر كل واحد دينه بحسب هواه في الاشياء. ولذلك يقول في ايات اخرى ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. واحد يقول طيب تفسد الارض لانهم عليها يلخبطوا فيها، طب والسماء هتفسد لهم، ما مالهم هيعملوا ايه في السماء؟ قال لك يا اخي مش كان من هواهم ان تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا؟ طب ما هو ده كان هوى من اهواته. طب نفرض ربنا وافقهم على الهوى، السماء تتخرب ولا ما تتخربش؟ تتخرب. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك. يعني لست بدعا في الرسالات. وجعلنا لهم ازواجا وذريه. طب وايه اللي جاب الحكايه دي؟ قال لك من النبي من الاشياء التي اخذوها عليه، قال ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، وليه عمال بيتجوز ما كانش يصح منه يتجوز، وليه ذريه؟ طب استقرئوا الرسل كده وشوفوا الحكايه دي، هل كان لهم ازواج ولا ما كانش لهم ازواج؟ الله، ولهم ذريه ولا ما لهمش ذريه؟ ده بالعكس لابد ان يكون الرسول قريبا مثالي من ارسل اليه لتصح به الاسوه. لان احنا قلنا الاسوه تتاتى في الجنس المقارب. اذا راى انسان اسدا يصول ويجول في الغابه ويفترس ذا ويفترس ذا ولا حدش قادر يقربه، ايفكر انسان ان يصنع مثل الاسد؟ لا. انما لو راى فارسا من بني جنسه انسان يعني وهو على ظهر فرسه ويجول وبالسيف بتاعه وعمال بيضرب ده ويموت ده، يبقى تحدثه نفسه ان يعمل ولا لا؟ اذا الاسوه لابد ان تكون في ايه؟ في المشابه المناسب. لما انا اتاسب اسد، لا انا بتاسب مين؟ بواحد في جنسيته. وجعلنا له ازواجا وذريه وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله. يبقى هم عابوا الاول ان يكون ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، وعابوا ان له ازواج، وعابوا ان له ايه؟ اولاد، وقالوا له هات لنا ايه ثانيه لان القران ده مش احنا مش مقتنعين به. وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله. لكل اجل كتاب. قضيه حكمت كل الايات
التي أيد الله بها كل الرسل في كل الأزمان لكل أجل، يعني لكل وقت شيء محسوب له ومكتوب، ما فيش حاجة تروح لحاجة ثانية. والرسل كل رسول وقت بزمنه ووقت بالمعجزة التي اختارها لها رب، اختارها له ربه. اذا ما نقدرش نقول ان الرسول له هوى في اي آية، ليه؟ لانه ما يبقاش له هوى في آية ما دام لا يقدر عليها. ثم اللي له آية ما يقترحش على الخالق الاعلى، لان الخالق الاعلى هو الاعلم بما يصلح في هذه البيئة على لسان هذا الرسول. يبقى لكل اجل الكتاب، يعني ياخذ منها لكل رسالة رسولها، ولكل رسالة مكانها، ولكل رسالة معجزتها. فاذا كان الامر كذلك فدعوه محمدا وما اختاره الله له في مكان وفي زمان وفي ايه؟ وفي معجزة. لكل اجل الكتاب، ما دام لكل اجل الكتاب يبقى في تغير. طب قال لك ايه في تغير؟ فجاب الآية الثانية: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي يثبت ما يشاء، وعنده أم الكتاب. أهي كلمة وعنده أم الكتاب دي حصلت خلافات فظيعة بين العلماء، لأن يقول لك لما ربنا ينسخ آية، إذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بإيه؟ بما يبدل. الناس فاهمين إن الحكم جه أولا هكذا وسيظل أبدا الدهر، ثم تبين لله ان الحكم ده صح فايه؟ فغيره. يقول له لا، ده اسمه حكم مرحلي، يعني ام الكتاب فيه اننا نعمل دي كذا وبعد لها مده محدوده وتنتهي المده المحدوده ويجي مكانه، يبقى ما فيش نسخ. على هذا المعنى يبقى انا ما نسختش. ليه؟ لان معنى النسخ ان تزحزح حكما عن زمان. حين ما زحزحناش حكم عن زمان، لان الحكم الاول موقوت بهذا الوقت، يبقى خد زمنه. لما يجي حكم تاني يبقى النسخ معناه ايه دلوقتي؟ اعلان انتهاء زمن الحكم الاول ومجيء ليه؟ حكم جديد. مش الحكم الاول كان منسحبا على كل الزمان وبعدين غيرناه عشان يجي حكم تاني؟ لا، ما تغيرش. يبقى النسخ علشان ما يختلفش العلماء، فيه نسخ ولا ما فيش فيه نسخ، ويقعدوا يعملوا لنا الدوسه اللي بيعملوها دي. نقول له ايه؟ نحدد النسخ اولا. ما هو النسخ المراد؟ النسخ انهاء زمن الحكم المتقدم. انهاء زمن الحكم المتقدم طرأ ساعة الانهاء ولا كان مقدرا قبل الانهاء؟ مقدر قبل الانهاء، يبقى انا ما نسختش الحكم، لان معنى نسخ الحكم ان ازحزحه عن زمانه. لانه ما كانش من زمن، ده زمن انتهى هنا، مش مسحوب على الزمن اللي جاي. وما دام كده يبقى ما فيش نسخ ايه؟ ولذلك قالوا حق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما ننسخ من آية او ننساها نأتي بخير منها او مثلها، نأتي بخير منها او ايه؟ او يقول لك ايه؟ طيب يا اخي بخير منها ده معقول، هتجيب المناسب للزمن ده وبقى. انما او مثلها ليه؟ طب ما دام مثلها هنغير ليه؟ ليه هنغير؟ قال لك لانك لو قلت الى خير منها هتقول ده كويس والله اللي ترقينا كده وبقت احسن. انما الاثنين اللي مش ليها الا محك الايمان بقى. طيب كان يتوجه الى بيت المقدس وبعدين قال متوجه الى الايه؟ الى الكعبه. اي مشقه هنا في ان يكون هنا او هنا؟ طيب من قد ايه؟ انما ايه؟ لانصياع للحكم الذي يدير هنا؟ يبقى اذا او مش ليها عشان نختبر ايه؟ قوه انصياعك للايمان. يوجهك الى حاجه ثم ينقلك الى حاجه ثانيه مثلها. ما ايه اللي حصل؟ طب لما كنا متوجهين ايه اللي كنا متوجهين اليه؟ ايه اللي حصل؟ ما حصلش. طب يجي فيها مشقه؟ ما فيهاش مشقه. الله، يبقى المعنى ايه؟ اختبار يقين الايمان. في مين؟ في اداره توجيه المدير لهذا الشيء. طيب الحج مثلا يقول لك بوش الحجر نفسه ويرجم الحجر ده، اهو ده حجر وده حجر. الحجر ده اللي نمسكه ونبوسه إيمان، والحجر التاني نقنبله ونرجمه إيمان، وده مسيح ولا مش مسيح؟ يمحو الله ما يشاء، أي ينهي زمن الحكم السابق. يبقى أكيد الحكم السابق ما كانش منسحب على الزمن اللي جاي، ده لحد هنا. مثلا الخمر. الخمر أول ربنا معالجها عالجها بما يتفق، لأن حاجات اجتماعية. في فرق بين عقيدة وبين حكم. العقيده دي كان الحكم فيها ايه؟ لازم عدل من اول الامر، ما فيش فيها واجب. وبعدين الاحكام المطلوبه عشان تغير حركه الناس في الحياه. قال لك اعتياد الحركه صحبه، والصحبه
الفرقة فيها تتعب. فماذا نصنع؟ نقول نقلل زمن الصحبة. فلما نقلل زمن الصحبة نعود لما واحد بده يبطل سجاير، مين اللي بده يخليه يبطل سجاير؟ انت بتشرب قد ايه؟ يقول لك بشرب علبه 20 سياره. طيب يعني معناها ان عندنا كل 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 ساعتين سياره مثلا؟ طب ما تخليها كل 3 ساعات تشرب نص علبه مثلا. انت عملت ايه دلوقتي؟ قللت الزمن اللي بين الايه؟ السيارتين. يبقى عودته ان يفارق في بعض الزمن. فلما عودته ان يفارق في بعض الزمن تدرج بقى ايه؟ وياه. تقول انت خلعته كده بايه؟ قلت في يجي القران ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه ايه؟ سكرا ورزقا حسنا. ساعة ما سمعوا سكر ورزق حسن الناس اللي عندهم بقى ذوق التلقي يقول لك والله ده الخمر دي من لها 100% مش تمام. ليه؟ خدتها منين؟ ده بيقول سكرا ورزقا حسنا. ويمتن عليهم قال لك كل يوسف كل رزق يبقى حسن ولا يصفش السكر بانه حسن. ليه؟ لان الرزق انت بتاكله كده من على بوك يبقى العنب وتتمزمز بيه، انما ذكر بتفسده شويه ويتخمر ومش عارف ايه. ادي اول مرحله. وبعدين يسالونك عن الخمر والميسر. العزه دي مش حكم بقى، بيوعظ. والوعظ ده توعظ واحد يعمل ولا ما يعملش؟ انا بقول لك عليها هي كده وهي كده. يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. واسمهما اكبر من نفعهما. يبقى ميل ناحيه ايه؟ وبعدين طب ما دام عايزين نوسع الزمن بين الوجبتين من المحرم الكاس ولا السيجاره ولا اي حاجه، ام قال ايه؟ لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. طب ما دام لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى يبقى قبل الوقت هتقعد قد ايه؟ قبل ما تشربش على الاقل قبل بساعه ما تشربش. وبعدين هتشرب ايه؟ الاوقات بتاعه النهار. وبعدين اقول الليل انت بتنام، لكن وسعت الفجوه بين الوقتين يبقى اتسعت ولا ما اتسعتش؟ وبعد ذلك ينهيها انما الخمر والميسر والارض رجس من عمل الشيطان انتهى الحكم. يبقى خدوا بايه؟ خدوا بهواه. يبقى مثلا النسخ معناه اعلان انتهاء الحكم السابق زمنا وبدايه حكم جديد. فليس الحكم الاول كان منسحبا على كل الزمن ثم خلعت من الزمن وجدت حاجه ثانيه، اهو ده النسخ اللي بيقولوا عليه ما يصحش. اذا لو اتفقوا على معنى النسخ يختلفوا؟ ما يختلفوش. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. الله، ده رجعنا في المحو والاثبات الى ام الكتاب، كان بقى ام الكتاب فيها ايه؟ الحكم لا ياخد لحد كده وبعدين يطلعوا ايه حكم ثاني وحكم لا يفهم. يبقى ما دام حاجه مرسوم ازل يبقى الجماعه اللي بيقولوا ان ده البداء محرم على الله، لان البداء يعني ايه؟ البداء ان تفعل شيئا ثم يبدو لك فساده فتغيره. نقول لا، هو ما بداش له فساد وغيره، هو عامل من الاول ام الكتاب قايله كده هيقعدوا قد كده 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 وبعدين ايه؟ يتحرر. يبقى ما عملناش بداء. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب اللي هو اللوح الايه؟ اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. برضه بتدخل بالمعنى الواسع، يصح في الرسالات. نسخ رساله كذا بكذا ونسخ رساله كذا بكذا ونسخ رساله كذا بكذا، يبقى محى شيئا واثبت ايه؟ واثبت شيئا الى اخر. وكل شيء فيه تغيير الى الخير يصح يبقى محو واثبات. طب ما هو قال لك مثلا يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني لان عندنا مثلا رقيب وعتيده لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يبقى كل حاجه هتنكتب ولا لا؟ يقول لك هو يمحو ما يشاء، يقول لهم اثبتوا الواجبات والمحرمات والاشياء الثانيه المباحات ما تسيبوها، يعني ما تكتبوهاش، ما تكتبوش دي. يمحو الله ما يشاء من الذنوب ويثبت ما يشاء بالتوبة. خدها على معنى الايه؟ على المعنى الايه؟ على المعنى الواسع. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذه الآية تحدد مهمة الرسول.
أن يبلغ منهج الله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء، إلا أن قول الله في رسوله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، جعلته يتعلق بأن يهدى قومه جميعا، وكان يتمنى من كل ولذلك يقول في آخره فلعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا، فلعلك باخع نفسك بتاع السورة الايه الشعراء. اذا انت لا ملكش دعوة، انت ريح، انت بتبلغ واحنا اللي ايه واحنا اللي نحاسب، اما ان نحاسب الحسابين حساب الدنيا في المسخ والاذهاب والى اخره، واما ان نؤخر من ايه من الاخره، واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفنا. كل دعوة من دعوات الخلق تعرف انها الخلق اذا كان كل يوم يمر تكبر شويه، ودعوات الشر كل يوم يمر تخف شويه، دائما كده. اذا دعوه الخير لما تبتدي تبتدي على كده، وبعدين تكتب الذي يدعو للخلق آفته انه يحب ان ياخذ هو الثمره. مين ده غلط بقى؟ الا انك تتعجل الاشياء علشان انت يا غارس تاخذ الثمره، لا اغرس ودع من يقطف الثمره الى بعدين. يبقى انت تفرغت الى شيء ان تغرس فقط. كل اذا نظرت الى الدعوات كلها في الدنيا، كل دعوه من الدعوات وقال انصار مؤيدين افتها جميعا ان القائمين بها تعجلوا الثمره، ولو انهم تمهلوا مع الثمره ليقطفها من جاء بعدهم يبقى كانت تنجح المساله. طيب انت لما تيجي تقول لك اولا استطيع ان اقف في الحقل واعرف نيه الغارس ونية الزارع، أنيته نفسه أم نيته غيره؟ إن كان بيزرع من الأشياء اللي بعد شهر تيجي الثمرة بتاعتها، ولا بعد ست أشهر، ولا بعد سنة، مين ده على قده؟ إنما اللي بتشوف بيزرع نخلة، النخلة ما تثمرش إلا بعد تسع مثلا سبع سنوات، ولا يزرع حبية مانجا، يبقى يفهم إن دي مش بيزرع علشان يدرك، ده بيزرع ليؤدي لمن يجيء ما أداه له من ذهب. أنت بتاكل تمر الآن من إيه؟ من واحد غرسها من زمان. أما أنت بتاكل منها الآن، فإذا رأيته كده حريص على إنه يزرع الأشياء اللي ثمارها تتأخر، فافهم إيه ده في إيه؟ في قلب من يأتي. إنما اللي يزرع بقى شوية، ولذلك اللي يبقى عنده حتة واسعة يا دوب يزرعها شوية حاجات من اللي يزرع شوية خضار هينقلهم بره ويبيعهم وياكل ويشرب، إنما اللي عنده حاجة واسعة يزرع بقى شوية نخل وشوية عنب وشوية مش عارف إيه وشوية إيه وشوية إيه، افهم إن ده إيه؟ مش ضامن إنه يدركه، إنما هو يأكل مما فعله الغير. ففي نيته إنه يعمل إيه؟ برضه إيه؟ يرد الجميل ويزرع للغير اللي جاي يبقى إيه؟ يبقى يأكل. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالدعوة وتلقى فيها ما تلقى من العنف والإرهاق والجهل، ومع ذلك لم يشأ الله أن يبقيه ليرى فتح الأرض على الإسلام، بل ناس جم خلفاء جم وهو بمجرد الاسلام ما استخدم في الجزيره ونزلت شويه الاحكام وعاصمه الكفر دانت ووقعت وفتح وفتحت مكه ونزل اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، قالوا لا خلاص ده المساله وصلت. الناس فهموا ان رسول الله نعى نفسه للناس، ما دام اكملت الدين واتممت النعمه ورضيت الاسلام الدين يبقى معناها ان ايه؟ لكن صحابته من الذين انساحوا بالدين في الدنيا، وفي مدة نص قرن 50 سنة بقى الإسلام له جناحين، جناح في الشرق وجناح في الغرب، ويهزم أكبر إمبراطوريتين موجودين متعاصرتين، الإمبراطورية الفارس بحضارتها وإمبراطورية الرومية، ومش مش 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 تتابعا لا معا، حرب هنا وحرب إيه؟ حرب هنا. الله، طب الناس اللي حاربوا دول وبقوا يتخطفوا الاسلام اكانوا يفهمون معجزه الاسلام؟ لا، انما خدوا منهج الاسلام. اذا الاعجاز هيبقى قسمين، اعجاز لمن سمع القران ويحمل الرساله
والإعجاز اللي هيشوف عدالة القرآن في إدارة حركة الحياة. يبقى قادر المعجزة اللي ايه؟ ما هو يقولك يا اخي ما جاي معجزة وجاي للناس. طب كاتب يبقى بزيادة العرب والعرب المعجزة الام. لا، الإعجاز اما ان يكون عقليا واما ان يكون حسيا. معجزات الرسل كانت حسية، معجزات الرسول كانت عقلية. ليه؟ عشان تستوعب اللي موجود هنا هيؤمن بإعجاز القرآن لأنه أمة بلاغة، فيحملوا الإسلام وينساحون به في ايه؟ في شتى الأرض. ساعة الناس اللي ما يعرفوش لغة القرآن ولا البلاغة ولا الفصاحة يشوفوا أحكام القرآن يجدون أنهم معبودون بالحكم، هم اللي يجذبوا الإسلام إليهم. ولذلك إذا نظرت للإسلام وفتح في الدول كان مندفع بالمؤمنين ومجذوب من غير المؤمنين. قوتين اثنين، قوة دفع من المؤمن وقوة ايه؟ ايه ده؟ يشوفوا الامير ما فيش فرق بيني وبين الرعية، شوفوا الامير صفته كيف، شوفوا الامير صفته كيف، ولما يقول الدين بيقول كذا بيقول كذا، يا سلام بتشوفوا بيقول كذا، يروحوا بيه، يبقى ده الايه؟ الاعجاز. يقول لك ما دام ما بيفهموش المعجزة، يقول ازاي يقول لا، الاعجاز قسمين، اعجازه للعرب واعجازه للعالم كله. ومش للعالم المعاصر بس، الاعجاز سياتي بعدين. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الايه؟ انه الحق. يوم يجي مثلا تبص تلاقي كل واحد مفكر كبير في الغرب يعلن دينه، تفاجئ كده بان واحد اعلن دينه. اعلن ليه بس؟ ليه؟ عشان ايه؟ هيقرأ القران ولا ما قرأ القران ولا عمل اي حاجه؟ امال ايه؟ شاف المبادئ. المبادئ اللي تعثر بها تقنين البشر. وكل تقنين يقدم ثم يعدل. والتقنين يعني مش عارف ايه، وبعدين لقى ده تقنين جاهز. طب ده تقنين جاهز لمين دي؟ طب الامه العربيه ما كانتش لا امه ثقافه ولا امه علم ولا امه وحى تقنين، ده كانت كل قبيله لها قانونها. فمين يجيب قانون يستوعب الدنيا دي كلها؟ منين تيجي دي؟ امال غير اللي عمل محمد اول 100 شخص اثروا في حياه العالم. خدها منين؟ خدها من اثاره ومن منهجه. ما خدهاش بان القران معجز، لكن اذا ما نظر بعد ذلك يقول يا سلام، ده انت راجل مفتح انك انت اهتديت بالاسلام. وبعد ذلك شوف القران بقى، تلاقي القران نفس الاشياء التي كانوا يظنون انهم سابقون اليها. يوم يبتدي يروح برضه الاعجاب بمين؟ كان بيعجب بالمنهج القران، ابتدى يعجب بالايه؟ بالنفس القراني. الله، يجي مثلا لما يكون في ادراكات الحس في الدراسات الالمانيه، الواحد بيحس ازاي؟ يحس بالالم او يحس بالألم. تمسك حاجه كده نعمه تسر منها كده، هي نعمه، حاجه حسنة تتأذى، الجرح يجرحك تتألم، ايه؟ فقعدوا يدرسوا مناط الاحساس في الانسان. اختلفوا بقى، مثلا في الاحساس في المخ، مثلا الاحساس في النخاع الشوكي، الى ان انتهوا الى ان مناط الحس في كل كائن حي هو اهابه وبشرته. الحس ده منبطح كده، ليه دليل؟ انك اذا غلو انك اتيت بابره ثم ان حطيتها في جلدك فالمتك بمقدار ما تنفذ من الجلد، وبعدين دخلت بقى مهما دخلت. الله، يبقى اكن الالم فين؟ يبقى مناط الاحساس في الجلد. فلما الراجل ارى النظريه دي اللي قالوها وبعدين طبقوها وقالوها صح، لفت واحد قال له ده دي في القران، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لان الفعل ان علل، واذا علل تبقى العله هي السبب. بدلناهم جلود، كلما نضج جلودهم يعني ايه؟ اتحرقت. بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا، لكنها لو فضلت محروقه الازاقه هتمتنع. يوم يجيب لهم جلد ثاني عشان تستمر الايه؟ تستمر العذاب. دي في القران؟ ايوه دي في القران. يوم قال والى لقاء اخر، واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر بالدعوه في عشيرته الاقربين، ثم ظلت الدعوة تتسع في بعض العشائر والبطون إلى أن أسلمت الجزيرة كلها. فحين أسلمت الجزيرة كلها لمنهج الله
انتقل رسول الله الى الرفيق الاعلى، ولكنه ترك ما يعبر عن امتدادية الاسلام للارض، فكان في حياته قد ارسل الكتب الى الملوك والى القياصرة والى اسلم تسلم الى اخره. ارسال الكتب هذه دل على ان الدعوة الاسلامية دعوة ممتدة لكل الناس، ولذلك حيقول انني ارسلتك للناس كافة. كل رسول يقول والى عاد اخاهم هودا، والى ثمود اخاهم صالحا، والى مدين اخاهم شعيبا، ورسولا الى بني اسرائيل، يحيز الزمان ويحيز المكان ويحيز القوم. لكن للناس كافة اثبتها رسول الله بالنظر الى خلافاته ان الاسلام متعد الى كل بقعة في الارض، فارسل الرسل رسله بالكتب الى جميع الايه الى جميع الحاكمين، يبقى الدولة متعدية. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الامتداد الواسع ده الى من يخلفه، ليه؟ لان الرسول حينما يتمكن من ان يهدي هذه الجزيرة، هداية الجزيرة لتصبح تحت حكم واحد ورأي واحد، بعد ما كانت قبائل متعددة كل قبيلة لا صلة لها بتكوين في القبيلة في الأخرى، من راس رب القبيلة هو اللي يعمل، إذن لا يجمعهم نظام لا يجمعهم شمل، وأيضا ما فيش استيطان إلا في بعض القرى، وكم رحالة كل واحد بيته على ظهر يبعيره ويمشي إلى مكان. كأن الله قد أعد هذه الأمة إلى أن تحمل رسالة السماء إلى كل الأرض، فلم يجعل واحد منهم يتوطن ويبني له فيلا ويحط له جنينة ويرتبط به، ده بيحط الرحلة على الجبل في أي حتة فيها شوية زرع، إذا ما فيش انتماء وطني. أيضا القبائل بينهم وبين بعض طارات عنيفة وتمتد الحرب إلى 40 سنة. الله، إيه المسألة دي كلها؟ ده آداب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استدعاهم إلى الحرب ما عملش تدريب ولا تمرين، كلهم ممرنين، كل واحد الفرس بتاعه جاهز. الله، اذا امه معده، كمان امه ملهاش نظام يحكمها وكل واحد صوته من راسه، وبعد ذلك في وقت واحد يحكمها نظام واحد من السماء، خلاص السيادات دي انتهت. لما تذهب بقى بالحضارات اللي جد، الحضارات التقليديه والحضارات الارتقائيه والحضارات الاجتماعيه، في امه ملهاش لا ثقافه، امه اميه، الذي بعث في الاميين، يمكن لو كانت امه متحضره تقول قفزه حضاريه، لا يا سيدي ماهيش متمدنه ولا تعرف حاجه في العلم ابدا. الله، والرسول حتى شرفه الله او شرف الاميه به، لان معنى امي ما خدش ثقافه من حد، هو امي عشان ثقافته جايه من السماء، فتبقى الاميه فيه شرف، الاميه فيه ملفته، الأمية في الأمة العربية اللي ما تعرفش ثقافة ولا أي حاجة، وبعد ذلك تجيب تقنيات لحد الآن بيندهشوا منها. الرجل بتاع ألمانيا ده اللي لما جه في استعمال التعسف في استعمال الحق، وطارت الدنيا عجبا بأن ألمانيا وضعت قضية تقنينية في التعسف في استعمال الحق ويقف فيها موقف كده، وظن إن هو جه واحد محامي من سوهاج كان رايح يعمل رسالة هناك، وقال لهم ايه الكلام ده؟ ان الاسلام عندنا ايه لحق تعسفه؟ ازاي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما واذا برجل يدخل يقول يا رسول الله ان لفلان عندي في البيت نخلة. كل ساعة يجي يطلع النخلة. مش مثلا يجي مرة يقبر النخلة، مرة يهزر النخلة، مرة يجري من النخلة، كل شغلة ايه مسمار بقى. وانا بتأذى من هذه المسألة انا واهلي. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب النخلة وقال له أنت بالخيار، إما أن تهبه النخلة في منتهى الأريحية، وإما أن تبيعها له، وإما قطعناها. صحيح هي حقك، إنما أنت بتتعسف في استعمال الحق، ما بتاخدش الحق على مقداره، يبقى ده إيه؟ التعسف في استعمال الحق منظور إليه عندنا من زمان. جم في انجلترا لما جه الدين التجاري، كان زمان لما الواحد يشتكي واحد لازم يكون عليه وصل وثيقه وبياله، وبعدين الجماعه التجار اللي بيتعاملوا في السوق كل يوم، يا فلان ابعت لي 1000 جنيه عشان انا عايز اعمل مش عارف ايه، الدين ايه ده ياخد من ده 50 جنيه، هيقعدوا يكتبوا كمبيالات كل ما يعوز واحد من واحد حاجه مش عارف.
قال لك نعمل دين تجاري تبقى الدفاتر هي اللي ايه اللي تحكم. كويس، دين ايه تجاري. وبعدين واحد ربنا فتح عليه برضو من رايحين البعثة قال ياخد. طب ده قضية الدين دي عندنا اقوى الآية في القرآن، وعد يتداينتم بدين الى اجل مسمى تكتبوه ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى ابده. ما تستنكفش يعني. ليه؟ لان ده في ظاهر الامر انه بيحمي الدائن، لا ده بيحمي المدين، لان المدين ان علم ان الدين عليه موثق سيسعى جاهدا في انه يؤديه، انما لو ما كانش موثق يمكن يضرب بومبا احنا عارفين هيعمل ايه. يبقى اذا مش هو مش حمى الدائن، حمى المدين نفسه علشان الامور تستقيم. ولا يدل احد على احد في تنفيذ كربه، لان لما واحد يضحك على واحد وياخد منه يقول لك يا عم صل على النبي يا كرامة الحركه تقف. لا، لكن لو الامانه سائده يبقى مالك مالي وده ماخد من هنا وده من الشكل ده. قال ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل. لكنه لم يمنع الاريحيه الايمانيه المروءه. اذا كان واحد ليه بيكسله وبعدين يقول انا هكتب عليك دين يا شيخ مش كده. قال فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته. اختشع العرض بقى الله. وبعدين ايه؟ الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها. اندهشوا ازاي الاسلام يجيب الحاجات. قال لك اهي الامه الاميه، اهي الامه اللي مالهاش ثقافه، اهي الامه اللي مالهاش حضاره. كل مالهاش ثقافه جاي حجه للدين، يعني الدين جاي لها من ايه؟ من اعلى. ولذلك لما سالونا مره مصر الان يساريه ولا يمينيه ولا تقدميه ولا رجعيه، اسمها رجعيه المقابل ايه؟ رجعيه تقدميه. اربع الفاظ يميني يساري وتقدمي ورجعي. قلت له والله لا يميني ولا يساري ولا تقدمي ولا رجعي، احنا فوقيين. لا لنا ديننا من فوق ولا لنا دعوه بالحكايه دي. فان صادفت تقدميه فديننا تقدمي، ان صادفت رجعيه ديننا رجعي، ان صادفت يمينيه ديننا يميني. الخير ناخده من هنا. هو الاسلام يقول ان العقول ما بتهتدش الى منطقه خير، في برضه الناس بيهتدوا الى منطقه خير يعملوها برضه، فاحنا ناخد الخير من دول. وبعدين نشوف نلاقي كلهم التقوا عند ايه؟ عند وسط يدنا. زي ما قلنا اول ما قامت الشيوعيه في سنه 17 قالوا ده مش شيوعيه، دي اشتراكيه مقدمه للشيوعيه، اذا ستكون الشيوعيه اعنف. قالوا اه. وبعدين شوفني لانها كل الاعنف دي معناها انه يعمل ايه؟ يتقدم في الناحيه كده. ليه؟ ده بيتاخر لورا يتاخر لورا يتاخر لورا. والراس ماليه الشرسه مش مشيت لكده، لا رجعت تتنازل والعامل ياخد حقه ويعمل تعميم ويعمل مش عارف ايه. بقى ده تراجع وده تراجع، تراجعوا الى ايه؟ عشان يجوا كده. يبقى الوصفيه بتاعتنا خدنا خير ديا وخير دي. ليه؟ لان اللي حكم علينا وقال لنا كده عالم بكل الاهواء وبكل الايه؟ وبكل المراحل. فالرسول عليه الصلاه والسلام ربنا بيطمنه ساعة واحد ما يرى انسان له لدد واذاه في منهج الحق، لو اذاه في نفسه يبقى محتملا، انما لو اذاه في منهج الحق اللي هو مبعوث من اجله. ولذلك كان رسول الله لا يغضب لنفسه ابدا، انما ان تعرض للحق لا يقوم احد لغضبه. لنفسه لا، انما للحق يقوم. فالناس اللي وقفوا امام الدين ده وبتاع يبقى مراد الرسول عليه الصلاه والسلام ان يرى فيهم منهم يجي لهم بلاوي، فبقى تجي لهم بلاوي واحده 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 كده. لكن فيه ناس كتير ما جاتلهمش حاجه، فبيعز النبي يقول له ايه؟ حاجتين اثنين، يا يعني نوريك المصارع بتاعتهم والبلاوي اللي تيجي، يا يعني ان انتقلت الى جوارنا هنربيهم احنا ثانيه. ولذلك فيه ايه بيقول ايه؟ فاما نذهبن بك، يعني تنتقل الى الرفيق الاعلى، فاما منهم لا منتقمون مش كده؟ او نرينك الذي وعدناهم فانا عليهم مقتدرون. الايه دي شرحت الايه؟ شرحت الايه دي. بيقول بقى واما نرينك بعض الذي نعدهم، يعني انت من امرين، اما ان ترى مصارع القوم وهزائمهم واندحرهم وانت حي كده، او اذا انتقلت الى الرفيق الاعلى فلن نسلمه ولن نسكت عنه. انما برضه عندنا الايه؟ العذاب بتاعهم. نعم. واما نرينك بعض الذي نعدهم
لان اللي حي في الدنيا ضاع بالعذاب، ده اللي اخره هي اشد. او نتوفانك فانما عليك البلاغ وعليها الحساب. اولم يروا اما ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. اولم يروا، بيقولوا يروا هنا بمعنى ايه؟ يعلموا. طب وش معنى؟ قال طب ما كانوا يعلموا خلاص. يقول لك لان العلم ده قد يكون علم بغيب، انما يروا هيبقى مشهد، هيبقى حاجه واضحه يشوفوها دي. طيب ولذلك القضيه الذي يريد القران ان يؤكدها يجيبها بهذه الصيغه، مع ان المشهد الحسي ما كانش فيه. يجي مثلا يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ارايت الذي ايه؟ الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. طب ده النبي يقول ده عامل فيل، ما شافش الحكايه دي. قال له الم ترى، قال ده معناها الم تعلم. طب وليه ساب الم تعلم وجاب الم ترى؟ قال لك لان الله حين يقول لك الم ترى في شيء لم تره اعلمه مني، فعلمي اوثق من عينك، فعلمي اوثق من عينك. الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. كل ما يعبر عن حاجة مصدرها الغيب يقولك ترى، ولو ترى اذ المجرمون، لسه حاجة ما الحكاية هتيجي بعدين. انما بيقول لك ان عينك، يقول لك ايه؟ الحواس كثيرة، ومشهد العين ليس الايه؟ العين دي يعني اقوى، ليس مع العين اين. يبقى واحد انت شايفه كده تقول اين فلان، فاللي بالعين مؤكد، فدائما يجيب ايه؟ الرؤية بدل ايه؟ بدل العلم. افلم يروا اما ناتي الارض اصل فيها ايه ثانيه يا سيدي، افلا يرون اما ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الايه؟ افهم الغالبون. الايه الثانيه يبقى هنا افلا يرون دكه، وهنا ايه؟ اولم يروا. كلمه اولم يروا ده في الماضي، وبتايه دي للمستقبل، مش الايه دي حد اللي ما راه، ده لسه هنشوفه حاجات ايه؟ حاجة تانية. أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ما هي الأرض أولا؟ الأرض تعرفه يخليها مجهولة أكثر من الاسم. يعني لما نحب نعرف الأرض ليكم يبقى التعريف أصعب من المعلم. الأرض هي الأرض اللي احنا عليها دي على الأول. فإذا أطلقت كلمة في الأرض انصرفت إلى كل أجزاء الايه؟ إلى كل أجزاء الأرض. لما يقولوا السماء والارض يبقى الارض ايه؟ كلها. وقد تنسب الارض الى بقعه خاصه حصل فيها الحدث المتكلم عنه فخسفنا به وبداره الارض. ذكروه. وعد الله الذين معه ليستخلفنهم في الارض. ما ياخذوا الارض كلها يبقوا لا. الله. اذا ايه؟ فذروها تاكل في ارض الله. الارض قد تطلق على بقعة لها حدث خاص في ذات الارض، ولكن اذا اطلقت الارض على كل الارض تبقى مفهومة. والسماء رفعها ووضع الايه؟ والارض وضعها للانام. والارض يبقى كل الايه؟ الارض وضعها للايه؟ للانام. وبعد ذلك يجي وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض، مع انه قايلين في الايه الثانيه ايه؟ ادخلوا الارض المقدسة تبقى بقعة. انما ساعة ما قال اسكنوا الارض كده على اطلاقه ده دل على حاجة تانية، على انهم لن يكون لهم وطن وسيظلون مبعثرين في الدنيا جميعها. لما تقول الواحد اسكن تقوم تحدد له حتة، اسكن طنطا، اسكن الاسكندرية، اسكن مش عارف. لما تيجي تقول له اسكن الارض، طب ما هو في الارض، يبقى كلام ملوش معنى. فاذا قال الله له وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض، معناها ان ما يكونش بقى بقعه خاصه، ما دام ما رضيتوش تدخلوا اما لا تدخلوا ابدا ما داموا فيها خدوا بعطروا في الارض. تشرح ايه ثاني؟ وقطعناهم في الارض امما. شوف كلمه قطعنا يعني كل قطعه.
بس القطعة جزء فيه تماسك مش إذابة. وقطعناهم في الأرض أمما، يعني كل جماعة منهم اليهود في أي مكان عاملين أمة لوحدهم ما يذوبوش في أي مجتمع أبدا، قاعدين لوحدهم. إذن كلمة الأرض تطلق ويراد بها كل الجن، ويراد بها البعض المنسوب إليه الإيه؟ المنسوب إليه الشيء. هنا بقى هم مش شايفين الأرض بتنقص كل يوم، ننقصها من أطرافها. يعني ايه من أطرافها؟ هم لهم مركز، سيادة قريش كانت في مكة، وبعدين كل يوم تيجي قبيلة تروح لمحمد في المدينة، يبقى انتقصت من أرض الكفر، لأن هم المركز. وبعدين بقى القبيلة دي خدها، والقبيلة دي خدها، والقبيلة دي خدها، ودي بيعته، ودي بيعته، يبقى دائرة الكفر ايه؟ نقصت. وبعد ذلك يجي تنوين، يجي تنوين لحد هم نفسهم ما يجوا في الله. فإذا كانت الأرض كل يوم الدعوة تزداد أرضا، والأرض مكان، ولا تزداد أرضا إلا بمكين فيها، يبقى بيؤمنوا بالأرض لا في إيمان ولا كفر، ده الناس هم اللي فيه. يبقى أولاً أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وما دام المسألة كل يوم بتزداد ما يخدمهمش عبرة إن الدعوة ممتدة ولن تتراجع أبدا، وكل خير يأتي فيما بعد على اتساعها لا على نقضها، لحد هم نفسهم ما إيه؟ ما جاء نصر الله إيه؟ والفتح. أولم يروا، أي أولم يعلموا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. فيه آيات حاول بعض برضو مخلصين لدينهم، محبين لدينهم، نفسه يثبت ان دينه فيه اشياء تدل على الايه؟ على المعاني اللي لسه ما اكتشفتش. لما قالوا ان الارض مش تمت الاستداره، الارض مش كره يعني كده تمت، بل هي منبعجه من حته ومفرطحه من حته تانية، فقالوا ننقصها من اطرافها، يعني لايه؟ الانبعاج اللي فيها كده، مش دايره مسويه كده. قال لك ايه؟ القران قال له كتر خيرك، انت بدك تثبت ان القران جاب اشياء ما كانوش يعرفوها الاول، ما عرفوهاش الا بعد ما الهندسه الفراغيه اللي فوق والطائرات اللي عملت مش عارف ايه وبتاع، كويس قوي. بس نقول له القران يخاطب قريشا والكافرين، والكافرين ما عرفوش الحته دي، ومعنى اولم يروا اولم يعلموا، يعني ده شيء واضح قدامكم، فلا يخاطبهم الا بما يتضح لهم ان الارض تنقص. تبقى ما تاخدش شواش المساله، ليه؟ لان بعدين هتيجي مش صح، تبقى انت دخلت القران في حته وهي مش صح، لانها يمكن نظريه، وبعدين تتغير النظريه، قلنا نعدل القران، يعني بلاش ليه؟ ولا تاخذ القران الى جانب نظريه ما دامت نظريه، انما اذا صارت حقيقه علميه صح. فاذا المساله ما هياش هي اللي. زي مثلا ما جم اول ما طلع القمر، الناس اللي مخلصين لدينهم قال لك اوه ده القران ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا معشر الجن والانس اختار السماوات والارض تنفذوا لا تنفذون الا، فقالوا ده سلطان العلم. طب سلطان العلم يعني ننفذ به، ما دام قال لا تنفذون الا بسلطان يبقى سلطان الايه؟ ننفذ. فكيف يقول بعدها يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران؟ يبقى ابحها ولا واقفه واياكم؟ يقول له طب امال ايه يعني؟ يقول له انت كتر خيرك لانك انت عايز تعمل ايه؟ عايز تربط العلم بالمسائل الحديثه، النظريات الحديثه. واين القمر من الكون؟ اين القمر من اقطار السماوات والارض؟ ده القمر ده زي عزبه كده في ريح الارض، كفر مش عزبه والله، كفر بسيط كده. اين هذا؟ اين هذا من الشعره؟ اين هذا من المراه المسلسله؟ اين هذا من المجرات؟ فين دي السماء؟ فين ده كل اللي انت بتشوفه من النجوم دي اللي بينك وبينها 100 سنه ضوئيه كلها في السماء الدنيا، تحت السماء الدنيا. فانت كنت عايز يعني تاخدها بدون احتاط شويه، لانه لو كان بسلطان العلم تنفذ لما قال الله بعدها يرسل عليكما شواظ من نار. تقول له امال فايده الايه ايه؟
إذن فائدة الآية دي أنها حملت إخبار الرسول عن نفسه أنه صعد إلى السماء. فالرسول لما قال صعد للسماء وعرج به لو أن الآية دي مكانتش موجودة يقول إلا بسلطان، يعني بسلطان منا، اللي يطلع يطلع ينزل ينزل بسلطان. يبقى بسلطان من مين؟ بسلطان من الله. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. كلمة أطراف علشان إن كان الشيء له طول بس الأشياء إما طولية وإما مساحية مصلوحة وإما حجمية مطورة. طبعا احنا بنعرف الاطراف في الطول اوله من هنا واخره هنا، من ايه من الاول والاخر يبقى له ايه طرفين اثنين بس، مش كده ولا ايه؟ له طرفين اثنين. طيب وان كان على شكل مساحي مستطيل ولا مربع ولا شكل معين ولا اخره، يبقى لها بعدد الاضلاع اطراف كده. لكن ما دام يقول اطراف يبقى كل حته في المحيط طرف. ساعة ما يطلع حتة نص القطر كده من المركز يطلع للمحيط يبقى ده ايه؟ يبقى دي طرف. يعني معناها اننا نضيق ارض الكفار ونوسع ارض المؤمنين، لا من الجهة الاخرى ولا من الجهة التي تليها. ادي العظمة بقى من الجهة التي ايه؟ تليها. هو لم يروا اي الم يعلم انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها. وكلمة نأتي الأرض ننقصها من أطرافها يعني يدل على أن دي عملية محدثة، لو كانت على الأصل كانت تبقى أصلها من كده من الأول. والله يحكم لا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه. تقول فلان والله انتهى في الموضوع الفلاني إلى كذا وإلى كذا، تقول لا ده لسه الرئيس الكبير حيقوله تعقيب على المسألة دي، يبقى المعقب هو الذي يعقبه على الحكم. وغالب الظن أنه يأتي بالتعقيب إلغاء، يأتي بالتعقيب إيه؟ إلغاء. يبقى بيعقب على الحكم، لأن الحكم ده براء. وبعدين جه بقى إيه؟ الاستئناف. الاستئناف قد يؤيد وقد يرفض، ما يقالش بيعقب، مش معقد. ده باحث جديد، باحث بيعيد الايه، بيعيد الكلام ويشوف المواد المستعمله في مش عارف ايه النظره ايه. ولذلك لا غبار على قاضٍ ان يعدل عليه الاستئناف حكم. والا لو كانت المساله دي بقى للقاضي كان كل ما يستأنف حكم بقى حكم ضد واحد كان القضاء كله يزعل، وده يزعل والدنيا تقول يقول لك لا هو ما بيعدلش عليك يا سيدي، وبيدرس من جديد لعل شيئا فاتك أنت ولا يفوته. والحق سبحانه وتعالى يبين لنا هذه المراتب علشان ما يجيش في نفس واحد عدل عليه الحكم ولا أنا لا. وده عوض بالله من الشيطان الرجيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ايه الاصل يعني؟ قال لك بقى حرس وغنم انسان دخلت على الحرس فاكلت الزرع كله فتحاكموا الى داود. فداود قال لا ايه صاحب الغنم ده هو يدي الغنم اللي كانت الحرس ده لصاحب الارض. فسيدنا سليمان قاعد ده قال ما فرتش كلام كده، فقال لهم ايه الحكايه انتهت الى ايه؟ قال والله سيدنا حكم بكذا وكذا. فقال لا صاحب الغنم يدي الغنم لصاحب الارض يستدرها ويسمرها وياكل فيها لحد صاحب بيزرعها له تاني ويرجعها فيها زرع، ده ياخد غنمه وده ياخد ارضه. فربنا قال ففهمناها سليمان، انما لم يطعن في داود، قال وكلا اتينا حكما وعلما. اذا ادي الاستئناف، معنى الاستئناف مش طعن قاضي في قاضي، لا ده استئناف بحث. ولعل القاضي الذي حكم اولا ان اعيدت له بظروف الاخرى ينتهي ايه؟ ينتهي اليها. والله يحكم، وما دام بقى بيحكم مش هيجي عليه استئناف. ادي معنى لا معقب لحكمه. كان دي تنبأت
بدوائر القضاء. أولي مش عارف إيه وإيه، وقال لهم لا إلا نحكم فيه ما مش هيحصل في حاجة مني. ليه؟ لأن المعقب أيقظ من المعقب عليه، التفت إلى أشياء دي كان ما تلفتش ليه. طب مين اللي هيلتفت بقى لشيء ربنا ما تلفتش ليه بقى؟ يبقى لا معقب لحكمه. والحكم بقى آفة الحكم التنفيذ، يبقى في حكم يعني لما تيجي تنفذه الدوخ. لكن اصل الحكم في ايد واحد والحساب السريع في ايد واحد، هو اللي في ايد الحكم واللي في ايد الحساب. يبقى ما حدش راح يجي للمحضر يقول له روح مش عارف ايه يعمل ايه، ما فيش. اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم، لا معقب لحكمه. وبعدين يجيب الآفة التانية اللي بتيجي في الأحكام ابطأ بقى في تنفيذه ويقول لك ايه وهو سريع الايه الحساب. فكأن الله يرشد الى ان موافقة الحق عايزة تنفيذ، لان قد واحد ياخد حقه وما يقدرش ياخده، ما يقدرش يستولي عليه، ما يقدرش ينفذه، تبقى دي ولا الكلام ده له ايه. ولذلك تجد ان استشراء العصبيات في اخذ السار نتيجة للإبطاء في الحسابات. قضية قتل تقعد لها 4 سنين وخمس سنين ومش عارف ايه، الحق يفرخ. لكن لو ان المسائل في ساعتها المجرم اول ما يعمل الجريمة البشاعة تسلط على الرائين لها، ولكن لما يقدم الحكم ويجي هيحكم على القاتل بالقتل، اللي يجي في ذهن الواحد ان واحد حي هينقتل، انقلبت العاطفة مع مين؟ لكن لو ان الحكم جاء في ظل شراسة الجريمة اولا تبقى ايه تهون. يبقى اللي بيبطئ بيعمل ايه بقى؟ بيخلي الجرائم تفرخ. هذه معنى والله يحكم لا معقب لحكمه وهو ايه سريع الايه سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم، اللي استقرئ موكب الرسالات فستجد كل أمة أرسل إليها رسول مكرت به وكادت علشان تبطل دعواه. فهل نفع بماعة من المكر بتاعه المسلط ويرفع الرسالة، ولا كلها انتهت بنصر النبي وقومه؟ لأن ربنا قال وكان حقا علينا نصره، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الايه المصريين انهم لهم الايه المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. الله يقول حكما قرآنيا، وحكم قرآني هو تولى حفظه. اللي يتولى حفظ شيء بيحفظ ما يعطيه الحق، يعني بيحفظ الايه، ما يجيش لواحد عليه فلوس ويقول له خلي الكمبيالة معاك، لا. اللي بيحافظ على الوثيقة صاحب الحق ولا لا؟ يوم ربنا يطلق القضية القرآنية ويقول مش هخليكم انتوا اللي تحفظوها علي، انا اللي هحفظها. يا سلام، هو اللي يحفظها بنفسه. فيقول ان جندنا لهم الغالبون قضية قرآنية، ما جاءت قضية كونية لتنسخ هذه ابدا، بل كل حاجة بين حق وباطل لازم الحق ايه؟ لازم الحق ينتصر. فاذا استقرات مواكب الرسل كلها تجد هذه القضيه ايه؟ مش ومين اللي حفظ النص؟ ربنا اللي حفظ النص، بيحفظ الحاجه اللي تبقى ايه؟ ما حفظه الا ليسوقه بان كونياته لا تتجاوز قرآنيته. وقد مكر الذين من قبلهم، طيب مكروا فلله المكر جميعا. لأن كلمة الذين يبقى دول مكر ودول مكر ودول مكر ودول مكر ودول مكر، أي مكر من هذا النوع ربنا إيه؟ يمكرون إيه؟ ويمكر الله. يبقى هم مكروا جميعا، ولكن المكر بتاعنا هو اللي إيه؟ هو الخير وهو الغالب. فإذا كان ذلك في الرسل كلها عندك أنت هيتخلف، ده أنت مرسول للناس كافة، وانت مرسول ومفيش عليك تعقيب، مش هيجي رسول بعدك. وكل هذه المسائل تؤكد للرسول عليه الصلاة والسلام ان اطمئن جدا انك انت ايه منتصر. وقد مكر الذين من قبلهم،
فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. في الحياة الدنيا خدوا جزاؤه، إنما هيزدادوا إيه؟ علم بعدين لما تيجي الدار الثانية والعقاب الأزلي. ويقول الذين كفروا لست مرسلا. كلمة لست مرسلا نفهم منها إن الوقف فيه هو، فكأنهم بينفوا المرسل ولا بينفلوش الإرسال. في فرق بين الاثنين. بينفوا مين؟ المرسل ده، بدليل انهم قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، مش كده؟ وبعدين يقول اللهم ان كان هذا هو الحق الى ايه؟ الى اخر الله. يبقى اذا فكرة الارسال موجودة، بس المرسل ده هو مش عايزين. يبقى الوقفة في مين؟ فيه. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. كفى بالله شهيد، شهيد يعني ايه؟ الشهيد ده هو الذي يرجح حكم الحق. يعني في حاجة لما نقول هات شهود يشهدوا ان دي كذا، القاضي يحكم على الشهيد. طب والله شهيد يعني في القضية يشهد يقول ايه ليه مين؟ هو مش مصدقين حاجة ابدا. وهو لو كانوا هيصدقوا كلام ربنا كانت المسألة انتهت. قال لك لا، الشهيد الله هو الذي أمده بمعجزة تشهد بصدقه في البلاغ عن الله، لأن المعجزة خرق لمواميس الكون. ومدام خرق لمواميس الكون يبقى اللي عاملها لازم إيه؟ الله. فلما يجعلها بين يدي رسالة أي رسول أشهد له بأنه صادق، ولذلك المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد المدعي الإيه؟ النبوة. قائم المقام ايه؟ صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. وإرادة المعجزة ما هياش في المعنى الجزئي في المعجزة، ده في المعنى الكلي. ازاي يعني؟ يعني مثلا من المعجزات البارزة لرسل سيدنا إبراهيم هيخطئ ارموه في النار. ليس المقصد إنجاء إبراهيم من النار، لأن المقصد لو كان إن جاء إبراهيم من النار لكانت في طريقة أو ألف طريقة. أولا لا يمكننا من القبض عليه، هذا واحد، مكنوا من القبض عليه يا شيخ وولعوا النار وبعد ذلك راحوا يرموه في النار. كان من الممكن إن كان المقصد الإنجاء إن شوية سحاب يمطر شوية مطر يطفوا النار، لكن الحق يريد أن يقول مسكوه. لو مسكوش يقول لك نفد منا بس على كل طلاب، لا تلطوه خلاص وحنرميه في النار. لو ما خش السماء نزلت المي، لا ما تنزلش مي، مسكتوه ورمتوه في المي في النار والسماء ما نزلتش مي وبقى جسمه بينه وبين النار. نعم قانون النار احراق، وبعدين هو يأمر النار اللي ادلها سلطة الإحراق خدت الأمر، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يبقى اتغير الناموس، اتغير الناموس عشان ايه؟ مش عشان إنجاء إبراهيم، ده ليكون له اعملوا ما شئتم وامسكوه وولعوا النار وحطوه في قلب النار واعملوا كل حاجة، إنما أنا مش عايز النار تكلم. قلنا يا نار كوني ايه؟ بردا وسلاما على إبراهيم. تبقى ليه لما تحصل تبقى دي معجزه دلت على ان ايه؟ صدق ابراهيم فيما يبلغ عني لانني خرقت له النواميس. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم بايه؟ بالمعجزه التي امدني بها لتشهد بصدقي في البلاغ عن الله، وانا من انفسكم وربيت بينكم ونشات فيكم وعمر الآن 40 سنة ما رأيتم مني كلاما بليغا ولا خطبة ولا قصيدة ولا قلت حاجة، ومش معقول العبقريات تتأخر 40 سنة وديني كنت قدامكم ما تعرفوش عني حاجة، وربنا فجر لساني بهذا الايه؟ بهذا القرآن اللي انا ببلغه عنه. يبقى ده شهادة مين؟ شهادة الله.
ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يبقى شهد الله وحيشهد اللي عنده مين؟ علم الكتاب. كتاب اللي هو ايه؟ يقول لك الكتاب القرآن، الذي يقرأ القرآن بإمعان وتمعن ويشوف الإعجاز فيه يقول يا سلام ده معجزة ما فيش كلام. يبقى بعد ما ربنا ادى الدليل بالإعجاز اللي يقراه ويتبين فيه يبقى اسمه ايه؟ اللي عنده الكتاب وبيقراه كويس هيتفحص في الأسلوب يقوم يجد ده شهادة لمين؟ لمن؟ أو من عنده علم الكتاب الذين سبقوه ممن كانوا يؤمنون بالكتب المتقدمة. لإيه؟ لأن نعت الرسول وأوصافه موجودة فيه، حتى أن عبد الله بن سلام قال لقد عرفته حين رأيته فمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. ولذلك لما جت نفسه للإسلام ذهب إلى رسول الله وقال له يا رسول الله إن نفسي مالت إلى الإيه؟ الإسلام. وهم دول اللي يفرحون بهؤلاء. وهم هم كانوا كام؟ 40 من نصارى نجران و32 من الحبشة و8 من اليمن. هم دول اللي كانوا إيه؟ يفرحون بما أنزل إيه؟ إليه. ومن الأحزاب من ينكروا بعض. فقال له يا رسول الله أنا تاقت نفسي إلى الإسلام ولكن اليهود قوم بهت. فإذا أعلنت إسلامي حيشتموا فيا ويلعنوني ويقولوا فيا أوصاف ليست فيا، فأنا أريد أن تأتي بهم وتسألهم عني. أرسل رسول الله إلى صناديدهم وهم قالوا إيه ده يمكن في بقى فتحة يعني يلين لينا شوية ولا حاجة. قال لهم إيه؟ جاي قدام الرسول هو نفسه بيقول له يا رسول عايزكم ليه؟ طب هو عايزنا ليه؟ ايه يعني؟ علشان ايه؟ فلما جلسوا قال لهم ما تقولون في ابن سلام؟ قال حبرنا وابن حبرنا وخيرنا وعالمنا وقعدوا يقولوا بقى الايه؟ الاوصاف اللي ما تنقلش. فقال نطق ابن سلام وقال الان اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قالوا ده ايه؟ بصفة جميعة. قال له ألم أقل لك أنهم بهت؟ ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. لأن الجماعة اللي كانوا بيكفروا محمد ولا يأمنوش به كانوا يلموا بعض عن أنهم إيه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن يلغوا فيه لعلكم تغلبون. إذن هم متأكدين أن لو أحد سمع القرآن هيأخذ من نفسه ويجي وياه. فيقول ما تسمعوش من إيه؟ ولما ينقل القرآن يلغوا فيه يعني يشوشوا عليه عشان إذن هم لا يغلبون إلا بهذا. يبقى إذن هم فاهمين أن القرآن لو تمكن إنسان من سماعه ونفذ إلى قلبه لازم عايز مؤمن لا تسمعوا لهذا القرآن. يبقى ومن عنده علم الكتاب يبقى من الكتاب بتاعه مش القرآن، لأنه يمكن ما يروش القرآن. يبقى الكتاب بتاعه اللي هو التوراة والإيه؟ والإنجيل. يعرفونه كما يعرفون إيه؟ أبناءهم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.